بسم الله الرحمن الرحيم. الزميلات والزملاء الأعزاء، صباح الخير. أردت جاء تكاثر وتعدد الأسئلة فيما يتصل بالتعامل مع الإقرار الإلكتروني بالنسبة للقيمة المضافة أو في البند الخاص بالقيمة المضافة، إننا أتواصل معكم لأشرح الأمور لكم مرة أخرى. وتسهيلا عليكم، أن نزلت النهاردة تاني على موقع النقابة البروتوكول، وأنصح كل زميلة وزميل إن هو يدوس على صورة البروتوكول، هتعمل يطلع له خيارات من ضمنها كوبي، خدها وينقلها على حاجة تخصه عشان يطبعها وتبقى معه يدرسها على مهله، وأيضا تبقى معه حينما يذهب إلى أي مأموري الضرائب مسلحا بهذا البروتوكول الموقع مني ومن وزير المالية ومن وزير العدل، ويقدمه لأنه هو ده سنده في التعامل. طبعا لا يفوت حضراتكم أنه القيمة المضافة مفروضة بقانون ومن 4 سنوات، ولا أحد يملك تعديل القانون إلا السلطة التشريعية التي أصدرت القانون، أو أن يصدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون فيما يتصل بنا، فيترتب على ذلك حذف القيمة أو النص من المدونة التشريعية من تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية. يبقى احنا عشان بس نبقى فاهمين احنا بنتعامل مع ايه، انا لا املك ان انا اعدل القانون، ولا السيد وزير المالية الذي وقع معي على البروتوكول، ولا السيد وزير العدل الذي وقع معنا على البروتوكول يملك احد منا ان يعدل القانون، وانما هذا البروتوكول لإجراءات تيسر علينا وتخفض علينا الواجبات المفروضة في قانون القيمة المضافة. أحب أقول لكم ابتداء كده أنه ميزة هذا البروتوكول اللي بدأ فيه منذ 2 أكتوبر سنة 2020 ويسري لمدة عام، ما لم نستطع تجديده لفترة أخرى أو ما لم يصدر من السلطة التشريعية تعديل لهذا القانون. ايه بقى اللي في البروتوكول؟ البروتوكول قدم لنا مكاسب 3. هذه المكاسب ليس معناها اننا خارج القانون، لا يملك احد ان يخرجنا خارج القانون، احنا رجال قانون لازم نبقى فاهمين الكلام، لا يملك احد ان يخرجنا خارج اطار القانون، نحن داخل القانون، ولكن هذا السلطة المختصة بآليات تطبيق القانون قدمت لنا 3 مزايا مهمة جدا. الميزة الأولى عدم التسجيل، كان الإقرار السابق المبرم في آخر سنة 2019 مع النقيب السابق كان يلزمنا بالتسجيل، البروتوكول الحالي لا يلزمنا بالتسجيل. بس أنا عاوز أقول برضو لكل زميلة وزميل أنه ليس معنى هذا أن الضرائب ما عندهاش خبر أن أنا بشتغل محامي وأن أنا مطالب به ضرائب، لأنه طبعا الضرائب لها وسائل متعددة في معرفة الممولين، فما تبنيش على كده. هو البروتوكول أعفانا من التسجيل في جداول القيمة المضافة، ولكن لا تعتمدوا على هذا. ليه؟ لأنه هناك آليات أخرى قد لا نعلمها، قد يترتب عليها أن يبقى في معلومات عني أو عنك، لازم إحنا كرجال قانون نبقى فاهمين الحكاية دي كويس. الحاجة التانية، كان البروتوكول السابق بيلزمنا بتقديم إقرار كل 3-4 أشهر، البروتوكول الحالي أعفانا من تقديم الإقرارات الشهرية أو الربع السنوية، وبالتالي يبقى الإقرار يقدم طبقا للقواعد العامة مع الإقرار الذي نقدمه عن ضريبة الدخل اللي هو في الفترة يبدأ من أول يناير من العام الجديد إلى آخر مارس من ذلك العام. يبقى إحنا علشان نبقى واضح برضو، نحن ملزمون بأن نقدم هذا الإقرار مش عن القيمة المضافة، عن كل ما هو في هذه البنود، اللي احنا فيه بنقطع بنقول، اللي احنا جالنا فيه إيراد بنقوله، اللي ما جالناش بنقول، الذي لا نقطع له بنقول. إنما احنا من واجبنا بقى، بل دعوني أقول لكم من حقنا إن احنا نتقدم بهذا الإقرار. ليه؟ لأن هذا الإقرار الذي نقدمه هو سلاحنا وحصننا
الذي نحاسب على مقتضاه مع مصلحة الضرائب وحماية لنا مما يسمى التقديرات الجزافية. ويمكن أنا حكيت لكم قبل كده قصة لزميل لنا كبير جدا من المحامين ومكتبه في قلب القاهرة، كان ما بيقدمش دفاتر وحسابات ترتب على هذا إن هو خضع للتقدير الجزافي، ومش عاوز أقول لكم إن النهاية كانت نهاية مرة، إنه تكبد يعني أموال طائلة لأنه حوصر بهذه التقديرات الجزافية. وقلت لكم إن أنا عن نفسي أنا من بداية الخدمة، ولما تقال إنشاء بطاقة ضريبية أنا خاضع كنت أنذاك لمأمورية الضرائب الدولي، ومن مبادرتي استجابة للتعليمات وللقانون فورا خدت بطاقة ضريبية رقم 1 في مأمورية الضرائب الدولي، لازلت أحتفظ بها على سبيل التذكار رغم أنه قد جرت تجديدات وأصبحت في خبر كان، إنما هي دليلي على أنني ممول منتظم وممول حريص على أن أقدم حساباتي حتى أحمي نفسي من التقدير الجزافي. في بعض الزملاء بيقولوا كلام يعني أنا لا أعتقد أن احنا يعني يصح أن احنا نقوله، بعض الزملاء يعني الناشرين على المواقع يقولوا ده تمن كتابة الإقرار 270 ولا 280 جنيه، ده تمن كم سندوتش فول أنت بتجيبهم عشان يعني تفطر بيهم أنت واثنين ثلاثة أصحابك يعني، وإحنا يعني إحنا بنتعامل إحنا أصحاب كرامة، مش إحنا متسولين، إحنا مش متسولين ولا شحاتين، ولازم إحنا في تصرفاتنا نتكلم كأصحاب حق وأصحاب كرامة. إحنا أصحاب حق، مش مدين إيدنا بنقول عشان عليك يا رب، لا إحنا أصحاب حق، والحق ده بيقول إحنا أصحاب حق في أن نعفى من قانون القيمة المضافة أو ضريبة القيمة المضافة. وهقول لكم بس بعد ما أشرح لكم البروتوكول إيه اللي أنا عملته من السنة الماضية وإيه اللي أنا بعمله مجددا علشان نخرج من إطار هذا القانون، إنما إلى أن يصدر التعديل التشريعي أو تحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص الذي يطالبنا باستئداء هذه الضريبة من عملائنا، إحنا علينا أن نلتزم بالقانون مستفيدين بهذا البروتوكول الذي أعدته اليوم نشره على موقع النقابة وبشور على كل واحد منكم يدوس عليه، هيطلع له الخيار أو أحد الخيارات كوبي يطبع على أحد مواقعه التي تتبعه وياخده يطبع صورة أو اتنين منه، واحدة ليه يعلم عليها زي ما هو عاوز والتانية يشيلها عشان لو طولب في مأمورية الضرائب يعني حد كده بيقول له فين يقدم له البروتوكول ده. قلنا نمرة 1 أعفانا من التسجيل، نمرة 2 أعفانا من التقرير الشهري أو الربع سنة، الإقرار الشهري أو الربع سنة، إنما نحن مطالبون حول تاني فترة من أول يناير إلى آخر مارس، مش بس القيمة المضافة، لا أنت ملزم بأن تقدم إقرار ضريبي بما جاءك من داخل، لأن ما حدش قال إن إحنا بره القانون في إطار الضريبة على الدخل، ما حدش قال كده خالص. طيب ال 270 جنيه ولا 280 جنيه ما هو مش قضية يعني، طب أملى الإقرار إزاي؟ هي دي المسألة. وعشان كده أحب قبل ما أشرحها إن أنا أوضح لحضراتكم الميزة الأساسية التي عقدت لنا في هذا البروتوكول. حضراتكم طبقا للجدول المرفق صفحة 3 من البروتوكول هتلاقوا إن إحنا مطالبين عند رفع كل دعوة من كافة الدعاوى والأعمال أمام المحاكم الجزئية بكافة أنواعها يعني مدني وجنائي وإداري إلى آخره ندفع 20 جنيه، ده في البند الأول في الجدول المنشور صفحة 3 في البروتوكول. البند الثاني عن كل عمل أو دعوة أو عمل من كافة الدعاوى اللي قلناها دي أمام المحاكم الابتدائية وفي ما في درجتها ندفع 40 جنيه. يعني أي حد من حضراتكم رفع دعوة جزئية أو حضر في دعوة جزئية جنحة مثلا واستأدى منه كاتب الجلسة العشرين جنيه، ما هو ده اتورط ومتورط باسمي واسمك لدى جداول الضرائب انك انت دفعت 20 جنيه سواء لرفع دعوة جزئية او لحضورك في دعوة جزئية محكمة جنح
استؤديت منك الضريبة ويتم توريدها. تخاف ليه من إدراجها بقى؟ هقول لك ليه ما تخافش. ولو دعوة ابتدائية، لو انت حاضر قدام محكمة كلية او رفعت دعوة الى محكمة كلية اي ابتدائية، برضو القيمة ال 40 جنيه اللي اتاخدت منك بتورد. فواجب عليك ومن حقك وواجبك انك انت تسجل انك انت دفعت 40 جنيه عن الدعوة رقم كذا. ولو ما عملتش كده يبقى انت حطيت نفسك انت اللي في اطار مسؤولية انت في حمى فيها. ليه؟ نكمل بقى الكلام ده. قالوا ان هو هذه الضريبة قطعيا، يعني العشرين جنيه اللي انت دفعتها قطعية والاربعين جنيه اللي انت دفعتها قطعية. فانت هتخاف ليه؟ يبقى هتيجي في البند بتاع ضريبة القيمة المضافة، رفعت ثلاث دعوة جزئية، هتقول عشرين في الدعوة كذا، عشرين في الدعوة كذا، عشرين في الدعوة كذا. متخافش. رفعت ثلاث دعوة ابتدائية، اربعين في الدعوة كذا، اربعين جنيه في الدعوة كذا، اربعين في الدعوة. خلاص ده تحسب لك، وهذه ضريبة قطعية نهائي، لن تطلب بعدها بضريبة اخرى. نكمل الجدول اللي بعده. الجدول الثاني، عن كل دعوة او عمل من كافة الدعاوى امام محاكم الاستئناف وما في درجتها او الحضور امامها بتدفع 60 جنيه. برضو هذه ضريبة قطعية. برضو هذه ضريبة قطعية. فلو سيادتك رفعت ده استئناف امام محكمة الاستئناف او حضرت امام محكمة الاستئناف واديت الضريبة دي الستين جنيه، ما هو انت مش بس من حقك، من واجبك انك انت تكتب في الاقرار انك انت دفعت ستين جنيه ضريبة قيمة مضافة في القضية الاستئناف رقم كذا او بالحضور في قضية الاستئناف رقم كذا. الكلام ده يحصنك ولن يضيف اليك اي التزامات مالية، لانه حسب البروتوكول هذه الضريبة قطعية، قطعية ونهائية، يعني لن تطالب باي مبلغ غيرها. يبقى هتخبيه ليه؟ لا قول وانت مطمئن. البند الاخير اللي هو بقى 200 جنيه تدفع عن كل طعن من الطعون اللي هو طعون بالنقد او الاداريه العليا او الدستوريه العليا. لما بتقدم طعن في الثلاث محاكم دول، نقد او اداريه عليا او دستوريه عليا، بتدفع 200 جنيه. خلاص لازم هتقولها، لانك انت حضرتك الطعن النقد اللي انت عامله مكتوب فيه انك انت دفعت الضريبه ال 200 جنيه. لو رفعت دعوة دستورية مكتوب انك انت دفعت 200 جنيه في رفع هذه الدعوة الدستورية، يبقى انكارها ليس من حسن الفطن ولازم تتحط. خلاص هذه المسألة، مسألة ما هي يعني في منتهى البساطة. وطبعا المحامين النقد اللي بيعملوا طعون نقد دول محامين يعني لديهم يعني تقديرات. وعاوز اقول لكم طبعا انه الاعمال دي كلها قاصرة على الدعاوى القضائية والتحقيقات القضائية. في اعمال اخرى بعضها احنا معفين منه، يعني كنت بتشتغل في مكتب محامي، كل الاعمال اللي بتقوم بها انت معفي من انك انت تؤدي عليها ضريبة القيمة المضافة. لو انت بقى اشتغلت في حاجة تانية، تأسيس شركات، عمل استشارات، دي مسائل يعني، او قلت بعمل محكمين، دي مسائل خارج الايه، خارج البروتوكول. بنصح انه ما حدش اذا كان يعني محكم في حاجة ان هو يداريها، او ان هو اذا كان قام بتأسيس شركة ان هو، وطبعا انتوا عارفين ان في تأسيس الشركات لابد ان ينصف النظام الاساسي للشركة على اسم المحامي الذي سيكون مستشارا قانونيا للشركة. المسألة في غاية في البساطة، ولا تستدعي كل هذا الكلام، وما تسمعوش بقى كلام الناس اللي هي عاوزة تتخذها وسيلة للضرب في النقيب الحالي. انا اقصى ما استطيع عملته، وانا لا انكر قدام حضراتكم بوضوح انني لا املك اخراج المحامين من القانون. واللي يقول كده او غير كده يبقى ما هوش رجل قانون، وده حدود البروتوكول، وهذه الحدود تحقق لنا ما يطمئننا للتعامل مع الاقرار اللي قلقنا هذا القلق. وانا طبعا حرصت قبل ان اشرح هذا ان انا اتصل بمسؤول كبير جدا في ضريبة القيمة المضافة برضو، لا أتفهم كيفية ملء هذه الإقرارات علشان اللي أقوله لكم يبقى مقول متقال على أساس صحيح. أنا حكيت لكم قبل كده فيما يتصل بقى بالقانون. إحنا عندنا في دعوة دستورية كانت أساسا مرفوعة من النقابة العامة ضد هذا القانون بالطلب الحكم بعدم دستوريته فيما يتعلق بالمحامين.
إنما الأستاذ النقيب السابق تنازل عن الدعم، كان في مقابل إصدار القانون 147 لسنة 2019، تنازل عن الدعوة. إنما ستر ربنا الأستاذ ربيع ملواني المحامي في المنيا كان تدخل في الدعوة، فلم تسقط الدعوة ولا تزال باسم ربيع الملواني منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، ولم يحدد لها جلسة بعد. لو المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية النص يبقى احنا خلاص بقينا خارج ليه القانون. لو السلطة التشريعية متمثلة في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أخذت بما أطلبه منها يبقى احنا بقينا خارج القانون. أنا طلبت إيه بقى؟ لازم أوضح لحضراتكم إن أنا بعت مذكرة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال وإلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى المدبولي في 14/9/2020، وأنا شرحتها لكم وحطتها على موقع النقابة. ولما دلوقتي انتهت مدة مجلس النواب السابق وبقى في مجلس نواب حالي وإلى جواره مجلس شيوخ، أنا كررت هذه المذكرة التي كتبت سواء لمجلس النواب أو لرئيس الوزراء، كررتها بذات عباراتها وحروفها إلى رئيس مجلس النواب الحالي وإلى رئيس مجلس الشيوخ الحالي، وأرسلت بهذا إليهما أو إلى كل منهما في 6 فبراير 2021. إيه اللي أنا طالبه بقى؟ ده اللي هشرحه لحضراتكم، علشان إحنا رجال قانون ومن حقكم وواجبكم إن كنتوا تعرفوا بتحرك إزاي علشان نتجنب هذه الضريبة. أول بند يهمني إن أنا أقوله لحضراتكم، نحن لسنا مطالبون أو نحن لسنا مطالبين، لأن دي خبر، لسنا مطالبين شخصيا بأداء ضريبة القيمة المضافة. مين المطالب بالقيمة المضافة؟ متلقي السلعة التي يشتريها ومتلقي الخدمة الذي يحصل عليها. لا تاجر السلعة مفروض عليه ضريبة القيمة المضافة، وإنما مفروض على مشتري السلعة، ولا باذل الخدمة في الأعمال المهنية زي حالتنا وغيرنا مفروض عليه الضريبة المضافة، وإنما مفروضة على متلقي الخدمة. أمال إيه بقى قصة القانون معانا ومع البائع؟ إن البائع مطالب إنه يستأدي الضريبة من مشتري السلعة، ومقدم الخدمة مطالب بإنه هو يستأدي الضريبة من متلقي الخدمة. وبالتالي افترض القانون إن متلقي الخدمة ومتلقي السلعة قد أدى الضريبة لبائع السلعة وإلى باذل الخدمة. طبعا المسألة سهلة خالص بالنسبة لبائع السلعة، بيحط على البتاع اللي بتطلع في المكنة يحط الضريبة، والبائع والمشتري بيشتريها، بيشتري علبة السجاير لا بيبص دي أصلها كم ولا فصلها كم، والضريبة جواها، ما فيش مشكلة. المشكلة عند الإيه؟ باذلي الخدمات. طبعا احنا بنقول انه لا يجوز للتشريع، وده يعني وجه من وجوه عدم دستوريته، ان يحولني انا الى محصل ضرائب. انا لست محصل ضرائب، انا محامي صاحب مهنة، عملي هو اداء هذه المهنة وليس عملي تحصيل الضرائب. الضرائب تحصيلها منوط بمصلحة الضرائب، ادي اول حاجة. نمرة 2، أنا لست مكلفا بضريبة يطلب مني إن أنا بقى مسؤول عنها، يبقى أنت بتفرض علي مسؤولية أنت أساسا غير مفروض علي، الضريبة مفروضة على سواي. خلاص حاجتين دول إحنا طبعا بنوضحهم للسلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ. وأنا شرفني بزيارة اليوم بعض أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وتحدثت إليهم حديثا مستفيضا شارحا وجهة نظري كرجل قانون عشت عمري كله في رحاب القانون فيما يتعلق بهذه الضريبة للقيمة المضافة، حتى تناقش في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ على دراية من الزملاء المحامين ورجال القانون في كلا المجلسين، مناقشة واعية تقنع الدولة بأنها أو تقنع السلطة التشريعية بأنه واجب التدخل لإصلاح الإيه أو لرتق هذا التشريع فيما يتصل بالمحامين. سندي المهم بقى المشروح في المذكرة
والذي شرحته للزملاء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الذين شرفوني بالزيارة اليوم، إن أنا ذات قانون القيمة المضافة اللي طالع من 4 سنين ثابت في مناقشاته أنه قد أخرج من هذا القانون أو من واجب استئداء الضريبة من متلقي الخدمة أخرج منها الأطباء مكتفيا بالمستشفيات، إنما الطبيب أعفاه. ليه؟ اتقال في المناقشات التي نقشت في البرلمان أن الطبيب يبذل الخدمة لمريض، وأن المريض في حالة ضرورة، وأنه غير متصور أنه يطلب من الطبيب المعالج أن هو يخرج عن رسالته عشان يطلب من المريض أنه هو يؤدي إليه ضريبة يحصلها عشان يوردها. الكلام ده منطقي؟ نعم منطقي. إخراج الأطباء صحيح؟ نعم صحيح. إنما هو السؤال، مدام خرجت الأطباء لهذا السبب، إخراجي أولى، إخراج المحامين أولى. ليه؟ طب الطبيب أساسا يعني كشفه لا يمكن يتجاوز 500 جنيه، في بعض الأطباء بيعمل الكشف الناس المعتدلين ب10 و20 جنيه، أعلى أسعار لا تتجاوز 500 جنيه. لو قال ضريبة 10 جنيه يعني مش مشكلة ان هو يطلبها، انما المحامي بيروح له قضية تقعد في أرابيزه ممكن 5 سنين، وبالتالي اتعاب المحامي مش زي كشف الدكتور، تبقى اتعاب تغطي هذا العمل الطويل لمدة سنوات. المحامي بيخش على الوكالة، لازم الكل يفهم هذا، لازم السلطة التشريعية تفهم هذا، والدولة تفهم هذا، والمجتمع يفهم هذا، ان المحامين دول فئة مهمة جدا في المجتمع، نحن رسل العدالة، لو وقعت المحاماة يقع القضاء، واحنا واجبنا ان نخفف عن كاهل المحامين ليستطيعوا ان يستمروا في اداء هذه المهمة، وبالتالي مطلوب لان المحامي يكابد الان مكابدة حقيقية في القيام برسالته، لا يحمل باعباء جديدة، هو يدخل على حقل المحاماة مشغول بالاسماء الكبيرة اللي قبل منه، لا فرصة امامه للعمل، يدخل حقل المحاماة لا فرصة أمامه في مكاتب لتدريبه، لا فرصة أمامه لكتب مباحة له ولا مكتبات مباحة له أو متاحة له، على كاهله أعباء جسيمة جدا. أجي أقول له تعالى أنت عليك ضريبة تستأديها من عليك ضريبة وتوردها لنا، هذا افتراض لا يجوز وهو خلاف الواقع. ليه؟ لأن المحامي حينما يجلس إليه موكله أو الراغب بمعنى أصح في توكيله الذي قد يعدل عن الوكالة إذا ما غال المحامي أو تصور هو أن المحامي يغالي، يقول له السلام عليكم وفي زيك عشرات المحامين يتمنوا ياخدوا مننا القضية. طب برضو عاوز أوضح ليكم والمجلس النواب والمجلس الشيوخ، وقلت الزملاء اللي حضروا النهاردة من مجلسي الشيوخ والنواب لحجتي، قلت لهم إذا كنت أنتوا أو القانون يعني السلطة التشريعية السابقة أخرجت الأطباء لعلة أنهم يتعاملون مع مرضى، العلة دي متحققة بالنسبة لنا وأكتر. ليه؟ لأن عملاء المحامين يا مهدد في حياته، يعني قد يحكم عليه بالإعدام، فهو في حالة ضرورة أشد بالمريض، وهو مهدد في حريته، قد يحكم عليه بالسجن المؤبد، وقد يحكم عليه بالسجن المشدد، وقد يحكم عليه بالسجن اللي يبدأ من 3 سنوات وينتهي 15 سنة، وقد يحكم عليه بالحبس الذي قد يصل إلى 5 سنوات، وأحيانا في بعض المواد زي القتل الخطأ إذا تعدد المجني عليه يبقى 5 سنوات وأحيانا 7. دي كلها عقوبات مهدد بها الإيه؟ اللي بيلجأ للمحامي، أو حق ضاع له عاوز بيطالب به، أو حق له آخرين بيهددوه في اقتناصه منه على غير ما يبيحه القانون. فاللي رايح للمحامي ده في حالة ضرورة أشد بكثير جدا من اللي عنده مغص وراح للدكتور، او جات له ازمه قلبيه وراح للدكتور، ده بيروح للدكتور يشفع عليه 5 دقائق 10 دقائق ويديله الروشتة ويمشي. انما اللي جاي للمحامي ده ومحل محكمه جنايات مثلا في قضيه قتل عمد عقوبتها الاعدام، او في قضيه سرقه عقوبتها الاشغال او السجن المشدد اذا كان فيها ظرف مشدد، يعني حاجات تقيله. انت بتفترض ازاي بقى ان انا استطعت ان انا اقول للي جاي يوكلني ده وقد يتركني ويذهب الى محامي اخر ان انا استعدت منه ضريبة وتقول لي هاتها؟ انا ما استعدتش ضريبة، وبالعقل كده محال ان المحامي يستعدي من اللي رايح له في الظروف دي ضريبة. دي حجتي.
اللي أنا قايلها في مذكرتي ونشرتها قبل كده أكتر من مرة وشرحتها وهأظل أشرحها. وأنا زرت الأستاذ الزميل بهاء أبو شقة قبل أن ينحل مجلس النواب السابق وشرحت له في حضور طائفة طيبة من رجال القانون والمحاماة في مجلس النواب حجتي في هذا وتقبلوها وتعهدوا بالدفاع عن وجهة النظر في مناقشة هذا الموضوع في مجلس النواب. وإنما لسوء حظنا يعني انتهت مدة المجلس قبل مناقشة هذا التعديل المطلوب، وأنا جددت هذا الطلب وجددت الحديث إليه. دي قلتها عشان يبقى واضح قدام حضراتكم الواجب اللي احنا بنعمله علشان نخرج خارج إطار القانون، إنما علينا إلى أن ننجح في هذا إن احنا نتعامل مع القانون باعتبارنا خاضعين لهذا القانون، ولكن البروتوكول أعطانا مزايا وحقوق لو فهمناها يزول القلق الذي يعترينا، لأنه في البنود اللي مشروحة دي الضريبة دي قطعية وهي بالفعل قد استؤديت منك، فأنت لست صاحب مصلحة في أنك أنت تخفيها لأنها معلومة وحصلت، زائد أن هي قطعية فيما عدا الحاجات اللي إيه الكبيرة، ودي الحاجات ديت مخاطب بها المحامون اللي هم يعني بينالوا أتعاب كبيرة يعني من كبار المحامين. ويبقى كده أنا خلصت ذمتي، وعلشان يبقى واضح لحضراتكم أنا طبعا حضراتكم في ناس مهتمة قوي إنها تضل لحضراتكم وتنشر كلام وأكاذيب وتشعل للدنيا، والمقصود هو الضرب فيه. أنا سهل قوي إن أنا أتلقى الضربات، بس أنا مش عاوز يضروكم بهذه الضربات اللي أنا مقصود بيها، وعشان كده أنا لقيت من واجبي إن أنا أحدثكم أكتر من مرة عشان أشرح لكم وبين لكم حقوقكم كرجال قانون وزملاء ليا. واجبي إن أنا كنت تحت أمركم في الإبانة وفي الإيضاح وفي الشرح. عاشت المحاماة وعاش المحامون أحرارا، دمتم بخير ودامت المحاماة وطبتم وطابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.